ليش محتار؟ عزيزي القوس، بأول أسبوع من شهر تموز يوليو جولاي 2022، نعم رح تبلش الشهر محتار شوي، هائم بالأوهام ربما والتخيلات، يمكن تتخيل أشياء مش عم بتصير، تشعر بالحاجة للتعبير عن نفسك وعن مواهبك وبالعجز عن هالشي، يخشى ربما من مجازفات يمكن تخوضها إذا كنت غير مقتنع بأوضاعك. تمسك بزمام الأمور بين السبت 2 والأحد 3، تتمتع بكل المقومات حتى تنجح خطواتك، بس الخوف هو بميلك للانفعالات الشديدة ولقلب الطاولة، خاصة التنين 4 والتلاتة 5، هاو يومين دقيقين، عم تسمعني؟ التنين والتلاتة. الفترة يلي بتوقع بين الأربعة 6 والجمعة 8 صالحة لكل أنواع العمل والاستجارات والاستثمارات والاتصالات، لأنه رح تتاح لك بهالفترة فرص جيدة وغير متوقعة حتى لكسب الأرباح. يعني أنت بأسبوع جيد بيدفعك إلى الأمام وبيحملك على تبني بعض الأفكار، ولو انك بتبلش بحيرة شوي وبخوف من انه ما يتجاوبوا الاخرين معك، ما تجازف بالاول، بعدين ابتداء من 2 رح تشوف انه الامور رح تتغير. هل الاسبوع الثاني كمان جيد؟ انطرني.